مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم أينما كنتم. نرحب بكم في هذه الحلقة الرياضية والتي سنخصص حلقاتها للحديث عن منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر. حلقة اليوم سنخصصها للحديث عن المنتخب الوطني المغربي. سنتحدث عن عدد وتاريخ مشاركة المنتخب الوطني المغربي، كذلك قراءة في مجموعات المنتخب الوطني المغربي، ثم توقعات وحظوظه داخل هذه المجموعة. ويحضر معي لتحليل ومناقشة مواضيع حلقة اليوم السيد أحمد الشلح، متتبع رياضي. السيد أحمد الشلح، مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك أخي عبد المجيد، مرحبا بكل متابعينا الأعزاء، وشكرا على الاستضافة. شكرا سيد أحمد. إذن أولا سنتطرق إلى تاريخ وعدد مشاركات المنتخب الوطني المغربي. السيد أحمد الشلح، لك أن تقدم لنا نبذة عن تاريخ مشاركات المغرب في منافسات كأس أمم إفريقيا. أكيد أخي عبد المجيد، فالفريق الوطني المغربي يعتبر من بين الفرق الأكثر مشاركة في كأس أمم إفريقيا، فتعتبر هذه الدورة دورة مصر 2019 المشاركة رقم 17 للفريق الوطني المغربي. فمن خلال المشاركات السابقة، فالفريق الوطني المغربي حقق نتائج نقول أنها متباينة، فيها ما يشرف كرة القدم الوطنية، وفيها دورات حقق فيها نقول إخفاق كبير جدا. فبخصوص أول مشاركة كانت في دورة 1972، واللقب الوحيد للفريق الوطني كان سنة 1976 بدورة إثيوبيا، وحقق كذلك المركز الثاني في دورة واحدة في مناسبة واحدة في دورة 2004 بتونس. أما النتائج الأخرى، فحقق المركز الثالث في دورة واحدة كذلك، وهي دورة نيجيريا 80. المركز الرابع حققه في مناسبتين، دورة 86 بمصر ودورة 88 بالمغرب. كما أنه خرج من دورة الربع النهائي مناسبتين كذلك. المناسبة الأولى كانت في دورة 98 ببوركينا فاسو، رغم أن الفريق الوطني آنذاك يعتبر من أقوى المنتخبات الإفريقية بقيادة الفرنسي هنري ميشيل. المناسبة الثانية كانت الدورة الأخيرة بالغابون 2017، خرج في دور الربع النهائي على يد المنتخب المصري بهدف لصفر، هدف كهرباء. ونقول أن المنتخب الوطني أقصي من الدور الأول في 9 مناسبات، أولها في أول مشاركة 72، ودورة 78، ودورة 92، ودورة 2000 و2002 و2006 على ما أظن، 2006 و2008 و2012 و2013 بجنوب إفريقيا. فمن خلال هذه النتائج يتبين لنا أن المنتخب الوطني رغم أنه قوة كروية إفريقيا، رغم ذلك لم يستطع تحقيق إلا لقب واحد. نتمنى للفريق الوطني أن يحقق لقبه الثاني في هذه الدورة إن شاء الله. نعم، كما قلت أحمد، فأغلب مشاركات المنتخب الوطني المغربي تتميز بالإخفاقات، خصوصا الإقصاء من الدور الأول، وكذلك مواجهات البلد المنظم في أغلب النسخ، وهو ما يشكل يعني مواجهات قوية للمنتخب الوطني المغربي. كذلك لا ننسى توقيفه من دورة غينيا الاستوائية سنة 2015 بعدما أن طلب بتأجيل كأس أمم إفريقيا. فصحيح، فالمنتخب الوطني المغربي كان مرشح قوي جدا في دورة 2015 التي كان بالمناسبة سيستضيفها المغرب، لكن لظروف قاهرة. نعم. فطالب المسؤولين بتأجيل النسخة من الفترة الشتوية إلى الفترة الصيفية. ما رفضه الاتحاد الإفريقي. رفضه الاتحاد الإفريقي بقيادة عيسى حياته آنذاك، وطالب بعقوبات قاسية جدا على الفريق الوطني المغربي، بحرمانه من المشاركة في نسختين. لكن المسؤولين المغاربة لجأوا إلى محكمة التحكيم الرياضية وأنصفتهم. نعم سيد أحمد الشلاح، إذن قدمنا لكم موجز عن تاريخ وعدد مشاركات المنتخب الوطني المغربي. نمر الآن لقراءة في مجموعة المنتخب المغربي
إلى جانب كل والذي يوجد إلى جانب كل من ناميبيا، جنوب إفريقيا، ثم منتخب الكوت ديفوار. أحمد، ما هي قراءتك الأولية لهذه المجموعة التي أطلق عليها البعض بمجموعة الموت؟ صحيح، فقراءتي للمجموعة كقراءة جميع المتتبعين الرياضيين لكرة القدم الإفريقية، فالكل اتفق أنها أقوى مجموعات الدورة الحالية، حيث تضم منتخبات قوية جدا كمنتخب الكوت ديفوار الذي يعتبر أقوى ورائد لكرة القدم الإفريقية، منتخب جنوب إفريقيا لا نستهين به فلنا معه عقدة حيث يعتبر عقدة تاريخية للفريق الوطني المغربي، والمنتخب الناميبي فليس بالفريق الهين، فاتضح ذلك من خلال مشواره في الإقصائيات وكذلك في استعداداته للكام، حيث واجه فرق قوية واستطاع الفوز عليهم. فنحن نعشق لغة الأرقام، فلا بأس أن أذكركم ببعض المواجهات بين المنتخب المغربي وخصومه في المجموعة. ففي المباراة الأولى للمنتخب الوطني المغربي ستكون ضد المنتخب الناميبي، فمواجهات المغرب ضد ناميبيا فهي خمس لقاءات، واجه المغرب المنتخب الناميبي في خمس لقاءات، فأربع منها آلت إلى الفريق الوطني ومباراة واحدة انتهت بالتعادل. يمكن القول أن المغرب يعني أقوى من ناميبيا تاريخيا فقط. صحيح. أما فيما يخص اللقاء القادم فمستطيل الأخضر هو الفصل الوحيد، خصوصا وأن إفريقيا لم تعترف بالمنتخب، وكرة القدم نعم. هي غالبا ما تخلق نعم. مفاجآت. المنتخب الإيفواري واجه المنتخب المغربي في 18 لقاء، فاللقاءات تختلف فيها ما هو رسمي فيها ما هو طبع ودي. نعم. فاستطاع الفريق الوطني الفوز على الكوت ديفوار في خمس مناسبات، وانهزم في ست مناسبات وسبع لقاءات آلت إلى التعادل. أما مواجهة المغرب لجنوب إفريقيا فنحن لم نستطع الفوز على جنوب إفريقيا في لقاءات رسمية صح. حيث أننا انهزمنا في مناسبتين وتعادلنا في أربعة وانتصرنا في لقاء وحيد وهو لقاء ودي في دورة إلجي مقامة بإيران سنة 2002. إذن كما قلت أحمد فهي صحيح مواجهة وهي منتخبات صعبة جدا يصعب التكهن بنتائج كما قلت نحن نعم، فهذه أرقام فقط، فكرة القدم لا تعترف بالأرقام رغم أنها أرقام تاريخية، أرقام دونات، أرقام سجلات، ولكن الفصل الوحيد هو رقعة الميدان. ما هي حظوظ المنتخب الوطني المغربي داخل هذه المجموعة وفي هذه التظاهرة بصفة عامة؟ فالكل يسأل عن حظوظ المغرب، فحظوظ المغرب، فالمغرب مرشح لحمل اللقب، فما بالك في التأهل من دور المجموعات إلى الدور الثاني. فلدينا مدرب يعرف خبايا كرة القدم الإفريقية، له من تجربة ما يكفي للسير قدما في هذه المنافسة، له لقبين إفريقيين، رغم أن في اللقاءات الأخيرة الودية أن الفريق الوطني لم يحقق نتائج إيجابية حيث انهزم فيهما معا، وما رافق الاستعدادات والمعسكر الودي من انفلاتات كقضية الحمد لله. فنتائج اللقاءات الودية فليست بمعيار حقيقي للحكم على مستوى اللاعبين أو على مستوى الفريق ككل. فرغم الأداء، صراحة رغم الأداء المتدني، لكن بالمقابل فالفريق حافظ على ركائزه الأساسية طيلة السنين الأخيرة، وبالتالي نؤمن بكل حظوظنا للسير قدما في هذه المنافسة ولما لا التتويج باللقب. فحاليا فالفريق الوطني يخوض كل المنافسات الرسمية والغير الرسمية بطموح الفوز بها وتشريف كرة القدم الوطنية وليس المشاركة فقط. نعم. إذن أحمد كما قلت فالمغرب يتوفر على لاعبين من الطراز العالي، نتحدث عن النجم حكيم زياش وغيره من اللاعبين. ما هي توقعاتك بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسة بصفة عامة؟ يعني إلى أي حد يمكن أن يصل المنتخب المغربي في هذه البطولة؟ ف
قبل ان نقدم لك توقعاتي، فالفريق الوطني المغربي يتوفر على لاعبين متمرسين، لاعبين هناك لاعبين متعددي المراكز، فهذه نقطة إيجابية وتحسب لرونالد. فتوقعاتي فالمنتخب المغربي سيتصدر المجموعة وستتأهل رفقة المنتخب الإيفواري إن لم تحدث مفاجآت. ماذا بعد الدور الأول؟ نتخلص من الدور الأول وبعد نناقش ما بعد الدور الأول. نعم، إذن كما قلت لكل حادث حديث. السيد أحمد أشرح، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك الفعالة في مناقشة مواضيع حلقة اليوم والتي خصصناها للمنتخب الوطني المغربي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم التي خصصناها للمنتخب الوطني المغربي. نتجدد في الحلقات القادمة ودائما مع مواضيع كأس أمم إفريقيا. إلى اللقاء.